الحمد لله. يا ربع منك خير ما كيف ما شعرتون من قبل فاجئتون مفاجأة؟ إن شاء الله مفاجأة طيبة. يحتاج يكون من عشان شوية أنتم ما تقصروا، نفضي من أعمال، نفضي من أشياء، ما تقصروا ما تقصروا. مكانكم جزاك الله بلاد بلادكم والمكان مكانكم. أهلا وسهلا، نشرتوا لين وصلتوا كما قال. الله يسلمك ويعافيك. جزاكم الله خير. يا مرحباكم. احنا بغينا نتعرف اليوم على الفلج من خلالك. نعم. فلج الدريز احنا كنموذج للافلاج الكثيره في عمان. نعم. مع 4000 فلج. نعم. واحنا نذكر فلج الدريز كان نعم. فلج كبير. نعم. ونشيط. نعم. لولا شويه المحل حقيقه، لكن ان شاء الله على رجوع ان شاء الله. الامل في الله، الله كريم الامل في الله ورحمته واسعه. كذلك نباك تاخذنا في رحله من أم الفلج إن شاء الله، تودينا لأم الفلج إن شاء الله. نعم أوديكم، ما أنت قاعد البر إلى آخر إلى آخر مكان يوصل الفلج إن شاء الله. هذا حاجة تهم الجميع، جزاك الله حاجة تاريخية وما أنت قاعد البر. إذا معك وأنت دليلنا في المكان. حبيبكم حبيبكم حبيبكم، مكان مكانكم بلاد بلادكم. بسم الله، حياكم حيا الله. هذه ايش؟ مرخ. مرخ اسمه هذا. استعمل فيه؟ ايه ماشي، اللي يعني دوس بس يعني اعرف عنه شو المحايا. هذه ام الفلج؟ هذه ام الفلج. يعني القصة هنا تبدا. تبدا القصة، تفضل. زين. نعم. يعني لما كانوا يقرروا انه يسووا فلج، ايش اللي يسبق الثاني؟ الفلج ولا القرية؟ هو اساس انا خاطري يعني اقول بيان الماء والابين. لانه ما تعمل دنيا ولا حياة الا بالماء. ما بتسكن الا اذا شيء ماء. الا شيء ماء. زين. اذا كان مثلا بان اظن اول الماء على سطح الارض، على ما احسب يعني انا يعني اختيار لوحدي. الماء على سطح الارض. جد الناس وجددوا هذا المكان وزرعوا فيه. زين. نقص الماء. طلعوا في العالي حفروا. زين. نقص الماء، يجيل حفروا ثقبة. يجيل حفروا ثقبة. يجيل حفروا ثقبتين، حفروا خمس، وهو اللي ساير. ما انه يجي على طول يحفر هذه المسافة 5.5 كيلو. يعني هذا صعبة. ما من البداية. من هين يعيش ذا الإنسان أبو جاي يحفر هذا الفلج؟ ما يقدر. لكن يزرع ويحفر. زين. يزرع ويحفر. يعني من وجهة نظرك أنت كأن كل ما احتجته للماء أكثر، كل ما نقص الماء ممكن تزيدوا ثقبة غيرها وتصير أم الفلج جديدة ما هي الأولية. هلا أعلم ما أظن هذا. لأنه في ما يمكن أن واحد هيجي ويخدم فلج 5 كيلو ولا 6 كيلو، هيسكن في مكان وهيبني الفلج من بدايته أو من أولي من عالي. يعني هذه تحفظها أنت؟ هذه محفورة أحفظها. بتحفظها تقريبا 20 سنة. انزين. من محفورة وهذه بيها ثقاب. لكن علايم بالفلج سيارات ما خبرتك، هم يتبع العلايم. ما أنهم مساكبات، لكن معلمات والعلايم موجودات هناك. هذه العلايم القديمة. القديمة. الحين إحنا تابعين هنديل إحنا. هذا علامة معناه، هذا وحده. حفرنا بس نخزن عن هناك الحقبة. وحفرنا هنا بدلها. تمام. يعني علشان الناس يبوا بس. زين. لكن الفلج ساير كيو بعده العالي. هناك قبر، حتى قبر اللي مش الفلج، قبر الوكيل. نعم. موجود لته هناك. ما شاء الله. موجود. ما شاء الله. إيه نعم. زين نشوف الثانية. رايك. وإحنا نازلين. زين. لين ندخل البلاد. زين طيب. زين. تفضل. هذه الثقبة الثانية. نعم الثانية. ها. يعني التالية. هي التالية. هذيك الأولية، الثانية. الثانية والثالثة. تنشرف الثالثة. تقريبا بينهن 120 فوت. زين. بين ثقبة للثقبة 120 فوت، بقياس يعني انتقال. بقياس. لازم القياس واحد بين. القياس تقريبا هي لازم واحد، وفرق يكون واحد. هي. بقياس، لكن من تحت حتكون المسافة أبعد عن من فوق.
لازم طبيعة الفلاي كذا. ليش لو ما أعرف يعني كسناهن وحدنا لو حتى من هنا من 100 100 فوت يطلع 130 ولا 125 من تحت. بيكون لنتو تحسوها حاجة. كسناها بفوت. في نادي أحدنا ترى على هالسالفة. وقلنا لهم الفلج كل فلج ما هذا الفلج من تحت أطول عن من فوق. قالوا ما صحيح. قسناها من فوق وقسناها من تحت وحصلناها أكثر. ما شاء الله. سبحان الله. طبعا جايز. هذا الشكل اللي احنا نشوفه هذا الشكل الحديث نشوف صبية وخرسانات وسمنت. ولا اول هذا ماشي اول حصى اول حصى حصى بس وتراب وصاروج وان كان ليف الى مكان ضروري فيه صاروج احنا معنا الى مكان يعني بس العادي جماعه ظهور بس حصى وينعرف انثخاب واحد حتى لو ماشي في الشارع من بعيد يعرف من هالدكوك اللي حواليها الدكوك ترى كله متواصل خاصه ما ينثقبه يكون مكان ما ينثقبه ضعيفه وتنهار اكثر يكون ند اكثر من ثقبة نظيفة ولا فيها طياح هيكون ند أقل ما شاء الله في ثقاب معنا ضعيفات حتى أسامي يعني واحدة ما شم شيء اسمه العوهة وشيء اسمه ثقاب القرن بعضهم تسموهن نسميهن اللي هن يعني متعوهات ومتخيبات ويطيحن كل شيء له اسم من ثقاب عشان الناس تعرف عنهن إنه طايح الفلج من مكان الفلاني أو مضطر الفلج من مكان الفلاني صح يروح راسن هذاك المكان تمام يشوفوا من هناك وين بتودينا الحين الشريعة؟ شريعة يلا بسم الله عليكم نروح شريعة التدريج. هذا شريعة التدريج هي في كل مكان على ما ذكرت لك انه اسم شريعة بس احنا اكثر متعارفين عليه في هذا البلد هذا اسم المرد يعني نفسها عند الناس تسمى شريعة وعندكم تسمى المرد تسمى المرد وتسمى الشريعة وتسمى الشريعة بعد الناس يعني ومسمينها المرد ليش؟ لان المرد هنا مرد ساكت الجفرة يلها مرد من هنا الجفرة اللي هي الجفرة 36 كيلو من هنا مكان اسمه الجفرة مكان 36 كيلو 36 كيلو يعني من سنين كانت الساقية منها من تمشي من هنا وما جود الساقية 36 كيلو 36 كيلو ما شاء الله والساقية ما جودة والمزارع حتى انه وضحات الآن ترى معروف فلك دريس كان ومكان هنا قالوا السمرة برضو من نفس البلاد يعني يشرب نوب من هنا من نفس المرد هذا هاي واحد وهيك واحد على داخل شوي طبعا هذا الفلج ما هو كان 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 حوالي ثلاث اضعاف اربعة اضعاف ما اربعة هذه الاوادم اول ما كنت تسبح فيه الا الانسان المدروب يشلك الحاجة أعرف عنه إيش اللي تحفظه من هالمكان يوم صغير أحفظ أنه سيح ثلاث أنفار في أمرأة أنه ماتوا أولاد شلهم شلهم نعم وغرقوا فيه غرقوا ماتوا شلهم سحبهم وماتوا ما أحد أعرف عنهم إلا فيه ما بعد شباب كانوا شباب أولاد نعم في تقريبا سنة 15 سنة أو 14 سنة سيحهم وماتوا بس وكاد أنا في أمرأة أنا وحدي وقبل بعد ما نعرف الشيء اللي اسم ثاني غير الدريز فلق الدريز فلق أبو الشياطين ابو الشياطين فلق الدريس ابو الشياطين تحد يعرف عنه ليش ما ابو الشياطين من قوه من قوته من قوه ما ان في شياطين ساكنين ولا هي. لكن هو يعني شيطان يسحب حتى حيوانات يعني هذه كنايه عن القوه اللي عن كان القوة يعني عن القوه اللي هو فيه وكنتوا تجوني تسبحوه بعد يتسبحوا نعم ناس اللي هم مدرب واللي هم كبار يتسبحوا لكن الاولاد ما يتسبحوا ما خلوهم اهلهم يتسبحوا لهم ولا صغار في هذاك الزمان لا يشلهم يعني. يشلهم نعم إنزين ناس تجي تسقي من هنا إلى اليوم يسكون ناس اللي هم تو يسكون ناس ضعوف يعني الناس يعني اللي عندهم وبلة عندهم ثلاجات عندهم توان يمشون ويعبوا تنكر لكن أول أول كل الناس تورد منه أول يعني مثل ما نقول نحن شفنا أم الفلج هي نعم هذيك البداية نعم وهذه يعني نصح نقول البداية الثانية نعم شريعة يعني أول ظهور للفلج في البلاد نعم. هذا هذا هي نعم نعم وما يشرب من هنا ما يشرب ماء كلهم لو شيء آبار ما يبوا منهن لأن يعني الآبار ما شيء مدخات عشان ينظفنهن يشفطنهن ويخلينهن نظيفات يعني على سطح الأرض الماء وهذا وما يبوا يشربوا منه وكل الناس تشرب من هذا حتى في المقايض المقيض ويجروا من هنا الحريم جاري وعذب جاري مرة عد أحسن من هذا الماء إنه هذا من دقلي وفي كبريت وفي أشياء هذا حاجات وهذا جوف يعني نظيف يجري الليل ونهار ما يتوقف في البر والناس معتمدة عليه في كل شيء ما شاء شرب الله شرب وشرب وعايشين منه ما شاء الله والحياة على فلاذ ياك الزمان ومن هنا
إلى البلاد داخل إلى الأموال. نعم. عاد هناك يقسم. يتقسم هنا من جميل حسن يبي يتقسم. زي تراوينا هنا يتقسم. هنا. نشوفه من وين يتقسم. هنا. إيش اللي تحفظه عن المكان هذا؟ أحفظ عن هذا المكان ناس ذيك الأيام اعتمادهم على الجمال. قبل لقي السيارات. قبل لقي السيارات. زين. وبعدين يحبوا يكون يعني على الذرة وعلى الماء وعلى الكنف. ينوخوا هنا. من هين يجي الجمال؟ يجوا من الباطنة. من الباطنة من الخابورة. زين. وهين يبوا؟ يبوا هنا دريز ويبوا الظاهرة ويبوا أي مكان الكبيعة اللي جايبينه حملهم. يجيبوا أسماك ويجيبوا قاشع ويجيبوا عوال ويجيبوا أي حاجة يعني. ويباتوا هنا يصبحوا يعني الفجر يصبح يعني ينادوا على الحوائج مهنة نشرب معهم هنا. زين. هي يعني كانت تسمى عبري عبارة من عبور القوافل. والله سمعنا يقول أنه عبور القوافل لكن هو ما أنه اللي يجوا من الخابورة رايحين عبري لازم. رايحين مثل مهين الكبيع هم يبيعوا. زين. ينوخوا أول في الدريز. لو حتى أنه شافوا مجموعة منهم يروح حد من العراقي. لو مجموعة منهم يروح حد منهم عبري يتقسموا يعني الناس الجماميل اللي هم يجيبوا الأسعار ويجيبوا الحاجات يجوا ينوخوا هنا ويباتوا على الفلج ينادوا هنا إلا هم مجموعة إلا بسيطة ينادوا ويبيعوا هنا بس ما يروحوا ويرجع مرة ثانية لكن لا مجموعة ما تفضل عن البلاد يروح حد من العراقي ويروحوا عبري ويبيعوا على طريقهم يعني إيش يجيبوا معهم من بضاعة من يجيبوا السمك يجيبوا السمك اللي هو الطري ويجيبوا السمك اللي هو المشواي لو شافوها هي خطرب أو حاجة يشوف الطريق يواحي وصل طريقه نعم يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو يا كان عصرنا العصير ذاك النهار تمر مع ودنا من يشل الأسماك الحليه وتنعد ما في يبو بدله سيما خمزاري أبو محمد يعني مانات صبح أبولي كلهم مستعجبين ذا السيارة يا سيارة ما غريبة فق العسكري ما في رمي لا في رمي يقولوا لا تفق برضه لا, لا في رمي لا في رمي هذا العلم نعم والبعض يسميه محاضر نعم والبعض يسميه نمر نعم من نمرة نمر نعم نعم هنا تسموا العلم نسمي العلم ولو واحد مثلا سيحاضر كل ساعة حاضر العلم ما أعرف كم يوجب حال الماء حاضر العلم حاضر العلم أحضر معه وأشوفه يعني إنزين وهذا العلم فيه تقريبا 24 أثر بادة يعني على طول النهار هذا 24 24 أثر على طول النهار كل شيء من الحصص هذه أحد معين عبارة من الخط للخط نص ساعة نص ساعة أثر هذه تستخدم في النهار فقط هذا في النهار وفي الليل في الليل أول كان سابق على النجوم ناس يحاضروا ولكن الحين وسائل على الساعة وهذه تحتاجوها تو في النهار نحتاج لها ما نرد عليها العلم شيء سيع شيء ما نباه ما يعمل ما يعمل غير يكون هذا دائما ردود على العلم أنتوا تعتبروا هذا أضبط أضبط هذا ميزان كم الميزان كم الميزان ميزان هذا ما يخون نعم. هو كنا ساعة شمسية خلقة الله يعني من يوم الناس حاسبين نعم. الحسابات الفلك واللي يعرفوا ما منتو هذا من قديم زمان لكن قصيرة أشوف عندكم العلم نفسه قصير يعني شيء من بلادين يعني خلوه على طول بني آدم وأطول ترى هي مطلوبة الظلة مطلوبة الظلة سواء قصيرة ولا طويلة مكننا الظلة كم من الشغط إلى الشغط الآن نحن في نصور في نص النهار تو نص النهار بالضبط تو وجبه والظلة مرة على الخط تو واجب نص النهار مرة تو نص النهار هذا نص النهار تو والحين الظلة هين متجهة يمين ولا يسار الحين رايحة شرق رايحة شرق الشمس رايحة غرب لأن الشمس رايحة غرب والظلة رايحة شرق انزين وراعي الفلج اللي عند الفلج يعني يجي من هنا يشوف وقته اللي هو حل الصباح ترى معروف من المسمار في الغرب ما متى حله من يبدي من 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 مقضى نص ربيع إلى نص نهار واللي حلو الرايح مثل نص ربيع أو بدأ نص بدأ المسائية يراب من المسمار شرق من نص نهار إلى نص ربيع الرايح متى حلو الملواحي يعرف ما فين ويرده كله مبيوع الماي ولا شيء قاعد شيء إيجار الماي شيء حد ما يتقارضوه وحد يقعدوه كل شيء يعني بنظام ترى النظام يعني أنت عندك ماي واجد وتقعد أو تشاكى حد تعطى حد يعني هذا حاجة حد عنده كثير وعنده قليل إيش دورك أنت كوكيل الفلج؟ وكيل الفلج ما له غرض إلا إذا كان ضاع شيء من الفلج لكن لو سألوا عن حاجة وهو يعرفها تشاين في حاجة وفردود
خبرهم، لكن هو قص العريف هذا كثيرين، لكن هم لو سألوا ما يتعذر مثلا بين ردود، هل هناك اللي شرعان الواحد يرده ولا ما يله، يعني يقول لهم أنت إليك وأنت ما إليك، يعني على كمال الكلام. في اليوم الواحد نقول يسقي عند كم شخص تقريبا هنا في الدريس؟ حسب الماي أول، تشوفوا هذا الأثر الواحد يسقي ضاحية، الأثر الواحد، الأثر الواحد يسقي ضاحية كبيرة نص ساعة، نص ساعة الحين سد حال ضاحية؟ نعم يسقي ضاحية الحين، ثمان أثار وسبع أثار وربيع ما يسقي ضاحية، يعني ما الماء حسب الماء، ما حسب الوقت، حسب الماء. والأثر الواحد الآن، الأثر بين الخط والخط أثر، أثر متقسم الأثر بعد ولا ما متقسم؟ الأثر في حالك يجي له أنت حالك أثر ونص، ويجي له حالك أثرين ونص، ويجي له حالك نص ربيع ونص أثر، ويجي له على حسب يعني الماء، في ناس شارين، في ناس وارثين، في ناس يعني كذا تعرف. هذه الآثار نعم. وش البادة؟ بادة 24 أثر، 24 أثر يوم كامل، يوم كاملة، اليوم الكامل هي بادة، بادة نعم. من المسمار كذا هو 12 أثر، من المسمار كذا هو 12 أثر، نعم يفتي. عبارة نص يوم، نهار كامل، نهار كامل، ما 24 ساعة، لا ما 12 ساعة، 12 ساعة، 12 ساعة، هذه بادة، البادة 12 ساعة، اليوم كامل في بادتين، بادة ها بادة 12 12 12 24 وهنا 12 ساعة انزين، هي 24 أثر، الأثر نص ساعة، 12 ساعة، 12 ساعة، هي 12 ساعة زين بادة، نعم من المسمار كيلو ونص بادة، من المسمار كيلو ونص بادة. الآن في هذا الوقت الفلج عند حد من المواطنين، نعم نروح نشوف وين الفلج الآن في هاللحظة. زين 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 رايكم رايكم، هذا سل نعم، وهذا سل نعم، وهذا سل نعم، كيف تكون القسمة هنا؟ القسمة هذيك سل، سل ضاحية، هذيك سل ضاحية زين، يوم يكون حلها الفلج يرد لها، يرد منه أو يكشع عليها إذا كان الفلج قوي، إلى أن تشرب، من تشرب يرد عنها زين. أما من ناحية هذه الساكي وهذه الساكي، يوم الفلج خصب يغايزوه على ما حسب ما يتراضوا الأثنين، إذا كان استوى هنا أشرج يحط له هذاك اللوح تحت، لكن أكبر استوى الغيز هنا ويقسم، يعني يعرفوا عنه كيف القسمة متراضية، بيعقوله هول هناك بيعرفوا هنا نقسم الهول مثلا خوص وهذا حاجة أقول هناك انزل. يشوفوا هين الخوص هذا انتصف ولا ما انتصف، هين أقل زادوا زين، أكثر خفوا. الحين هذاك السل ماشي لمزارع، مجموعة مزارع، إيه مزارع، مزارع تقريبا نص البلاد، هنا مجموعة وهنا مجموعة، إيه تقريبا هناك النص وهنا النص أو أكثر يعني حتى، فيقسم، يقسم يوم يكون مثلا أنت حلنا أنا وياك في وقت واحد نقسمه، يستوي تقسموه من هنا حال اثنين، نقسمها اثنين إلين انتهي مانا، احنا انتهى مانا وجمع واحد ثاني وما بغى يقسموه، ما حد قسيمه، بغى يرد في ساكي واحد يرد عاد من هنا يولفوا لا جميعا يولفوا. هذه نهاية الفلج هنا على العراق، ها حشي يعني انه يكون هنا واصل الان يسكي كلمات هي يسكي، لكن نهايته بعيدة بعد هيك يشوف الحفل، البلاد ممتدة واجد واجد، لكن لكن يعني في الوقت هذا اليوم، في الوقت هذا هنا يسكي، هنا يسكي هنا يسكي اليوم، لكن البلاد ما تقصاها، البلاد كبيرة واجد، هي كبيرة البلاد، لكن البلاد ماتت، مات من المحل، ترى الخصب قل، بس ماشي امطار ماشي البر ابدا، وما الا احنا يعني ما الا احنا، لكن كل حد يشكي مرضه، مشكلة البلاد كلها، كل حد يشكي مرضه اكثر، ولا هو عام عام، هذا حاجة عامة. عاد هالقناطر معكم ما شاء الله، قناطر الاوليات ما تدر سيارة الا ما المشاي، تو عاد بدال هن تسوى صبية، هي صبية اصطافة عاد من ذي ماشي صلافة ماشي، ولا أنت أثبت هذا لا أثبت، أثبت هي تودي من أحد أمت من هذا الصلف، صح ما من أحد أمت منه، لكن صلافة ماشي ماشي، صلافة اللي هن موجودات ما أعرف من جابيهم قبل، يسكاودوا يجيبوه أنت، يسكاودوا هي يسكاودوا ماشي ماشي صلافة، هذه آخر هي هذا تو هنا يسك هنا المكان يسك هنا، ما شاء الله ماشي، فلك ضعيف العادة ركوك ركوك ولا فلج ماشي، لكن يقول شيء ولا ماشي البر. ما شاء الله طويلة رحلة الفلج. إيه الفلج الحمد لله طويلة. من أم الفلج إلى الشريعة. واجد. إلى البيوت إلى المساجد. الفلج الفلج. إلى الأموال. الفلج وحده 5 كيلو. والبلاد كل وحدها من الشريعة إلى آخرها يمكن 5 كيلو. ما يعني مع 10 كيلو يقطعهن، مع 10 كيلو يقطعهن بسهولة يعني بسرعة، يوم يوم فلج يوم فلج، لكن ماتوا ما اليوم
الحمد لله يعني بعد هذا التعب كله في النهاية هذا الخير. هي الحمد لله رب العالمين هذا الصدور البلاد. زرعت وزرعوا الشياب. زرعوا الشياب وعاشوا ما شدكم عيش إلا الفلاج والأرض راضيهم وفلاجهم. إيش زرعتوا من هذا الفلاج؟ هذا الفلاج الخصب. نزرع منه الزراعة الرئيسية هي البر. البر. والزراعة الرئيسية البر والنخل، لكن زرايا متعددة من جميع الألوان زراعة. يناسبن فيه وزينات ماشي معنا زراعة ما يعني تنتج وطيبة ورجود، لكن هن الرئيسيات النخيل وزراعة البر. بس البر يوم الخصب ما في الأيام الماضية كلها خصب، لا الأيام هذا ما حد استوت، لكن الأيام الماضية الناس عايشين عبلوا مال الخصب ومال الفلاج ماشي دخل من أراضيهم من فلاجهم الخلق صح. يعني عايشين على بلادينهم كل حياة الناس كل حياة على الزراعة ارتبطت بالفلج. بالفلج لو ما الفلج ما استوت بلاد ولا استوى ناس. ما استوى ناس هو الفضل الحل الأولي. الحمد لله رب العالمين. اي نعم. ولا انتاج الحمد لله ماشي انتاج بعدم هذا المحول بتو ولا الأراضي والمكانات مكان موجود الموجود وبهمتكم وبهمتكم يزرعوا الناس يوم ما يزرع ذو يزرع ذو ما حيتعذر صح من حاجة وارثنا. سمحنا تعبناك اليوم. لا ماش تعب وسوينا لك رحلة طويلة. هذا حاجة تهم الجميع، هذا حاجة تحفظوها أنتم، هذا لازمة مشكور يعرف اللي بعدنا. مشكور شاذ الله يبارك فيكم بكل أعماركم. جزاكم الله خير. أحسنت. وإحنا عاد نتشرف بوجودكم في هذا البلد بلدكم الثاني هذا. إحنا هذا مكاننا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. معروف بأحسانكم. تدلينا بشيء. الله يبارك فيك اللي بسلامتكم. سلام. الله يسلمكم ويقديكم خير موفقين. بالله الرحمن. أحسنت حياكم الله.